Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre volume. On va commencer un nouvel paragraphe volume du solide. Comme rappel, قبل هلا شو تعلمنا؟ تعلمنا نطلع كيف نطلع الفوليوم تبع الليكيد من خلال الابروفات جراديوية. حنرجع نعمل هيك تذكير سريع. تعلمنا انه نحن عنا الفوليوم تبع الليكيد قادرين نطلعه من خلال الابروفات جراديوية. منطلع بعيوننا مقابيل الكورب ان كورفي ومنقرا الرقم تنقرا الرقم اتفقنا هديك المره بدنا نطلع شاك بوتي تيري بس نطلع شاك بوتي تيري بنروح بنرقم الابروفات وبنرجع بنقرا الفوليوم قديش اليوم بدنا نبلش باراجراف جديده الباراجراف الجديده كيف بدنا نطلع الفوليوم تبع السوليد فوليوم دي سوليد اي شيء صلب كيف بدي اطلع الفوليوم تبعه يا ترى كم طريقه عندي On peut calculer le volume du solide par deux méthodes. Awal méthode andiyaha asma méthode d'immersion, li liom hanishtagl fiya. Ou anna la méthode tanya hiya le calcul mathématique li hanishtagl fi el marra el jaye. Fa izan ana la talla el volume taba' el solide, andi tariqtan. Awal tariqa asma méthode d'immersion hanishtagl fiya liom, ou tani tariqa asma calcul mathématique hanishtagl fiya el marra el jaye. Fa izan liom ayna ala shu ala la méthode d'immersion. اليوم حنشتغل بالميثود ديمرسيون طيب شو بتقلي الميثود ديمرسيون جبت سوليد انا بدي اشوف قد ايه حجمه بجيب مسطره بقيسه لا انا لحتى اشوف الحجم في طريقه بدي اعملها انا حامشي اليوم معكم بخطوات بريمير ايتاب شو هي بريمير ايتاب بجيب بروفات جراديويه بعبيها مي كميه معينه بتطلع على الميات يعني اول شيء اول مرحله بدي استعين بصديق تقدر طلع الفوليوم تبع السوليد هالصديق هو الفوليوم تبع الليكيد هي الابروفات جراديوية جبت ابروفات جراديوية عبيتها مي اول مرحلة بشوف قديش الفوليوم تبع الميات طلع شاك بوتي تيري دي سموان سانك بنقي شحطتين كبار مثل ما تعلمنا قبل على خمس شحطات بيناتهم ايجال اون يعني الفوليوم هو دوز ليكا ديس اونز دوز بحط هون التيريات بهالطريقة مثل ما عملنا هذيك المرة بالمسطرة بوصل هون معي لدوز أنا عم بمشي فشخة فشخة فإذا هيدا شيء قديم بنعرفه حكيناه هذيك المرة هلا اليوم بدي استعين فيه كمان فإذا أول إيتاب بدي استعمله لازم نحفظ الإيتابات بريمير إيتاب بطلع الفوليوم للليكيد من هو الليكيد عندي هون أنا معبي الإبروفات أو فوليوم دولو اوكي هون في مي ما في شيء الا مي حدا جاب سيره السوليد لهلا لا فاذا اول ايتاب بنعرفها تاني ايتاب بدي اعملها بدي جيب سوليد وغطسه بالمي هي الميثود الاساسي ميثود ديميرسيون تاعتنا يعني هي اسمها ميثود التغطيس يعني كيف بغطس السوليد تقدر اعرف الحجم تبعه ديميرسيون تغطيس فإذا أول مرحلة جبنا إبروفات عبيناها مي شفنا الفوليوم تبع المي تاني مرحلة جبت سوليد غطسته بالمي شو لاحظت؟ كانت المي لهون قبل هلأ فجأة بعد ما غطست السوليد هيدا هو السوليد غطسته بالمي واتطلعت لقيت المي شو صار فيها؟ علت ليكويد ده علت المي فإذا شو صار معي شغلة مهمة؟ الأو سو دي بلاس علت أكيد إذا سقطوا شي تقيل بالمي المي بدها تعلى علت المي وين صارت ليكو قد علت صارت هون شو بعمل أنا بعد ما غطست السوليد شو صار عندي بالإبروفات صار عندي بالإبروفات سوليد ليكو وصار عندي مي عندي شغلتين صار أول إيتاب كان عندي بس أو هلأ صار عندي أو وسوليد بتطلع لوين وصلت بعد ما علت المي صار عندي هون على هالشحطة معناها أنا عم بمشي واحد واحد عشرة حداش اتناش تلتاش أربعتاش خمستاش فإذا شو عملت معي أنا شو صار معي لو سو دو بلاس المي ارتفعت المي ارتفعت اوكي فير لو هو إلى فوق هذا شي منطقي بس تغطسوا شي سوليد بقلب المي بتلاقوا المي بتعلى طيب شو صار عندي بالإبروفات صار عندي أو وعندي سوليد صار عندي شغلتين بالابروفات قبل كان عندي شغلة واحدة اللي هي الاو بدوزيام ايتاب صار عندي شغلتين او وسوليد
طب قد ايه عطتني الابروفات رقم 15 مليليتر؟ هيدا هال 15 مليليتر هو الفوليوم اللي موجود معي هلا، يعني هو الفوليوم للاو مع السوليد اتنيناتهم مع بعضهم 15. قبل كان الفوليوم للاو لحاله قد ايه طلعته انا وياكم من شوي؟ 12 مليليتر. هلا بعد ما حطيت السوليد صار 15، صار عندي الاو مع السوليد 15، الاو لحاله 12. طب شو بستنتج؟ قديش زادت؟ كانت 12 قبل هلا، طب صارت 15، قديه زاد؟ يعني هالسوليد اللي انا غطسته قديه خلى الفوليوم يزيد؟ 3 صح؟ فاذا الفوليوم للسوليد قديه حجمه اللي غطسته؟ 3. هيدا اللي بدنا نشوفه هلا. طيب خلينا نمشي ايتاب بار ايتاب. دوزيام ايتاب غطسنا السوليد، اون ايمرج لو سوليد غطسناه، اوكي؟ بعد ما غطسناه صارت الابروفات عالي، الفوليوم صار 15. فاذا الفوليوم للاو افيك سوليد هيدي كتير مهمه، انا ملوردت لكم اياهم بالاورانج المهمين. فوليوم للاو افيك سوليد 15 مليليتر. قبل شو عندي؟ قبل شو عندي؟ عندي الفوليوم للليكيد لحاله كان بالابروفات بس ليكيد، الفوليوم للليكيد لحاله يعني فوليوم للاو لحاله 15 مليليتر، الفوليوم للاو لحاله كان دوز عفوا دوز مليليتر. هون الفوليوم للاو لحاله ليكو شوفي بالابروفات بس او فوليوم دوز. لما غطست سوليد صار عندي بالابروفات او وسوليد، قد الفوليوم لالون اتنيناتهم 15. طب يا ترى انا شو هدفي من كل هالشغله؟ انا هدفي طلع الفوليوم للسوليد لحاله، ما بدي الاو مع السوليد، بدي السوليد لحاله. شو بعمل؟ هيدي تروازيام ايتاب، انا بس بدي الفوليوم للسوليد لحاله. هون عندي السوليد مع الاو، قبل عندي الاو، طب انا بدي السوليد لحاله، شو بعمل يا ترى؟ شو رايكم؟ بدكم تفكروا فيها منطقيا. كان دوز، لما غطست السوليد صار 15، يعني قديش زاد الحجم؟ 3. فاذا الفوليوم للسوليد هو 3، هذا اللي حنعرفه نحن بس بطريقه فيزيك. الفوليوم للسوليد لحاله هو الفوليوم للسوليد افيك او، يعني هيدا ال 15 موا الفوليوم قبل الرسم اللي قبل بالبريمير ايتاب للاو لحاله، يعني 15 موا 12 ايكال 3، هيدا هو الفوليوم للسوليد، اوكي؟ فاذا حنرجع نعمل شغله بسيطه. شو عملنا؟ اول شيء نحن شو بدنا؟ بدنا الفوليوم للسوليد لحاله، هذا اللي بدنا اياه. شو عملت؟ طلعوا شو حاعمل. اول سهم بريمير ايتاب طلعت الفوليوم للاو لحاله من خلال الابروفات جراديويه طلع 12. دوزيام ايتاب غطست السوليد، هون شو عملت؟ غطست السوليد، يعني صار عندي بالابروفات بطل او لحاله، صار عندي او افيك سوليد. قد ايه طلعت؟ 2 سوا بعد ما قريت الرقم 15، طلعت 15. طب انا شو بدي؟ ما بدي الاو افيك سوليد، بدي الفوليوم للسوليد لحاله. شو بعمل؟ بنقص الرقم الكبير يعني او افيك سوليد، بنقص الاو افيك سوليد يعني 15 موا، نقصه من الاو لحاله من الدوز طلع 3. هيدا هو الفوليوم للسوليد. شفتوا شو هيني الفكرة؟ هيدي هي فكرتنا لليوم. فاذا انا هدفي طلع الفوليوم للسوليد لحاله، شو بعمل؟ بجيب ابروفات بعبيها مي طلع الفوليوم للاو لحاله دوز، برجع غطست السوليد صار عندي بالابروفات او افيك سوليد، بتطلع بقرا الفالور قد ايه طلع معي؟ 15. طب شو بدي انا؟ بدي السوليد لحاله، كيف طلعه؟ والفوليوم للسوليد هو فوليوم للاو افيك سوليد موا الفوليوم للاو، يعني هيدا الرقم الثاني اللي طلع معي ناقص الرقم الاولاني بيطلع 3. فاذا الفوليوم للسوليد هو 3 مليليتر، هيدا هو السوليد، يعني اذا انا جبته حطيته لحاله هيدا المكعب او هيدا الكاريه هو كوب هو 3 مليليتر. هيدي هي طريقتنا لليوم، بهالطريقة أنا بطلع الفوليوم للسوليد ستري فاسيل. رجعوا عيدوا الفيديو كذا مرة وأنا حابعت لكم اكسيرسيس تحلوا دوفوار ونعمل ابليكاسيون المرة الجاية. ميرسي بوكو بوفو.